لكن بخصوص المباراة وأداء النادي الأهلي، وواضح جدا نشوة الفرح بفوز الأهلي بالبطولة كانت مؤثرة شوية على اللاعبين. يعني شفنا بعض الفترات في الشوط الأول الأهلي كان ماشي بشكل كويس، قدر أنه هو يصنع عدد من الفرص الهامة جدا وما كانش فيه توفيق، وكان من ضمنهم طبعا هدف عمرو سلية اللي ما اتحسبش بداعي الفاول بسبب اليوباجي في بداية الهجمة. لكن في كل الأحوال ممكن البعض يكون قلقان شويه على الاهلي في التحدي الافريقي، ممكن البعض يقول لك لا مش ده الاداء، طبعا مش ده الاداء اللي احنا منتظرينه، مش ده الاداء اللي كسبك البطوله، عشان ابقى منطقي وصريح مع حضراتكم يعني انا مش هنقعد نجمل الصوره خالص. لكن المؤكد ايضا ان انت لسه قدامك شهر على التحدي الافريقي ودور نصف النهائي امام الوداد، تقدر تعالج، تقدر تجرب براحتك خالص. وبرده بالمناسبه لازم الناس تبقى عارفه ان الفتره الجايه احنا او كجمهور اهلي تحديدا مش منتظر اداء من الفريق اطلاقا، وكمان النتائج مش هتكون من ضمن الاولويات. اي مباراه الاهلي بيبقى عايزين الاهلي يكسب وكلام من ده، لكن لازم نبقى حاطين قدامنا الهدف الاساسي. ايه الهدف الاساسي؟ مباراتي الوداد، ان انت من خلالهم باذن الله تعالى تتاهل للنهائي. هتعمل ايه بقى عشان المباريات دي؟ اكيد هيبقى عندك تجارب، سواء في طريقه اللعب، في شكل الفريق في الملعب، في الاسلوب، في الاستراتيجيه، في تغيير اللاعبين، روتيشن ممكن يعمله مستر ريني فايلر عشان يقدر يوصل في النهايه للشكل اللي هو عايزه والاستراتيجية اللي عايز ينفذها في مباراتي الوداد. في الفترة الجاية احنا مش منتظرين قوي اداء، مش منتظرين قوي نتائج، رغم ان ده امر بيبقى مهم دايما للجمهور الاهلي، لكن زي ما بقول لحضراتكم دايما الهدف المعروف عند الجمهور هي بطولة دوري ابطال افريقيا. هتشتغل عليها وعندك فترة كويسة قوي، انت خلاص شلت من دماغك موضوع الدوري، حسمته رسمي خلاص. عندك ارقام كويسة ممكن تحاول تجيبها وتكسرها وكلام من ده، لكن هدفك الاساسي هي بطولة دوري ابطال افريقيا. هتشتغل عليها بشكل قوي جدا من خلال الجهاز الفني بقيادة مستر ريني فايلر. انا بس عايز اتكلم على عمرو السلية شوية، لان عمرو السلية في الحقيقة يستحق الإشادة وكل الإشادة. لاعب ما تسمعلوش صوت خالص على غرار عدد كبير جدا من لاعبي النادي الاهلي، يعني لاعب مميز جدا، اداء ثابت حتى لما غاب للاصابه رجع بنفس المستوى الممتاز. امبارح عمل مباراه كبيره جدا امام المقصه، واحد العناصر الاساسيه مش بس في النادي الاهلي، اكيد عمرو سلية هيكون احد العناصر الاساسيه في منتخب مصر الاول، لانه لاعب لا غنى عنه في الحقيقه في وسط الملعب. نتمنى له الاستمراريه على الاداء ده سواء هو او زملائه يعني، واللاعب اللي بعيد شويه عن مستواه ان شاء الله الفتره الجايه هيرجع لمستواه عشان يحققوا الهدف المطلوب بالنسبه لكل جماهير النادي الاهلي.